واش تعتقد السي بن موسى بان الى تم استئناف تاع شركه لاسامير غادي الازمه تاع ارتفاع اسعار المحروقات في المغرب غادي ما تبقاش؟ احنا بالنسبه لنا وبالنسبه لعده مختصين في هذا القطاع كنظنوا باللي المغرب بحاجه الى صناعه تكرير البترول كما كان الامر منذ الاستقلال. غدا الاستقلال سنة 1959 كما يعلم المغاربة جميعا أن المرحوم جلالة الملك محمد الخامس تحت إشراف حكومة السي عبد الله إبراهيم والسي عبد الرحيم بوعبيد خداو القرار باش ينشأوا مصفى ديال البترول من أجل تسريع تصنيع الاقتصاد الوطني ومن أجل ضمان استقلالية النفطية ديال البلاد ديالنا. وهذا الشيء كنا عايشين فيه مدة 60 سنة تقريبا من 1959 إلى 2015 حيث تم إفلاس الشركة بعد خصوصتها. اليوم المستجدات اليوم الرهانات الخارجية والداخلية كتبرهن بلي البلاد ديالنا بحاجة إلى صناعة التكرير من أجل ماشي الحد النهائي من معضلة ارتفاع المهول لأثمان المحروقات بل من أجل الخفض من ضغط هذا الارتفاع. ثانيا طبيعة الحال الكل يعلم أن قطاع المحروقات اليوم فيه احتكار القلة من طرف بعض الشركات اللي كتستورد وكتوزع المنتوج في محطات الوقود. طبيعة الحال إذا كانت عندنا مصفات هذا غيخلق واحد توازن قوى كيخدم المصلحة العليا ديال الوطن وكيخدم المصلحة العامة وكيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية ديال المواطنين بالأخص المواطنين اللي فيهم في حاجة إلى في حالة هشة وكذلك يساهم في تقوية القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وبالأخص المقاولات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبه لك انت كخبير كيفاش تبرر يعني الانخفاض تاع اسعار المحروقات على المستوى العالمي في بعض الاحيان والاستمرار ديال الغلاء ديالها في المغرب؟ هذا كينتج على الوضعيه الهيكليه ديال القطاع اللي كيسيطر عليه واحد قله ديال الشركات بحال اللي قلت اللي كتوجد نفسها في وضعيات ديال الاحتكار القلة. والرأي الصادر عن المجلس المنافسة اللي عاد خرج هذه بعض الأيام كيبرهن رغم أنه في عدة نقاط ضعف وعدة نقاط الغموض نقاط الرمادية كيوري وكيبين باللي التصرف ديال المقاولات اللي كتستورد كتوزع البترول المكرر في البلاد ديالنا ما كتحترمش كل ما قواعد التنافسية الشريفة بحيث هذا الرأي الصادر عن إحالة ذاتية ديال مجلس المنافسة قال باللي سنة 2020 و2021 وبالأخص سنة 2020 ثمن المحروقات انخفض بشكل كبير في الأسواق الدولية وفي نفس الوقت الأثمنة ديال توزيع البترول الصافي في محطة الوقود في السوق الوطني مع الأسف الشديد انخفضت ولكن بشكل قليل وبتأخر كبير مما برهن أن الموزعين اغتنموا هذه الفرصة باش يوسعوا هامش الأرباح ديالهم. وحنا كنا كنتظروا في هذا الإطار وفي هذه الوضعية وفي هذا السياق باش يقويوا المنافسة وباش الأثمنة تنخفض من أجل الدفاع على القدرة الشرائية ديال المواطنين القدرة التنافسية ديال المقاولات.